اذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. فالان حنا مع السيد اللي كان عنده قبيله مشكل مع اخوه. السيد يعني بعد ما بغى يدير حق الرد، ف كاع التهم اللي كان قال عليه خوه فهي كاذبه على حسب القول ديالو. فغادي نسمعوا القصه والمشكل من الاول وكيفاش طرا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام خويا. مرحبا. شنو المشكل؟ المشكل اخويا الله سبحانه وتعالى قال لك قرب شويه الميكرو. المشكل اخويا هو الله سبحانه وتعالى كيقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان يصيب قوم بجهاله. هاد السيد هذا والزوجه ديالو بحال كتقول كوب المخلوقين للشر. انايا بعيد عليهم كل بعد، وما بيني وبينهم الخير والاحسان، وما مانعهم لا من دار وهاد الهضره ديال والو، فهمتي؟ وهاد السيوفه وهاد الشيء. حتى انا عندي اخطبوط، عندي ربعه اليدين، السيوفه والمقاطع والجناوه وكذا. والشيف شاد سيف فمي وشاد مقاطع بيدي وشاد شنو اخر عاوتاني ما عرفتش قالو. والزوجه ديالي انا بعيد على هاد، فهمتي؟ ماشي دايره هاد الصداع ولا النوع هذا والتخربيق وهذيك اش كيقولوا لي. ماشي لي الزوجه ديالك الضربات؟ الزوجه ديالي اخويا السبب ديال كيفاش الضربات اخويا. انايا كنت لقيت واحد المشكل اللي محرم الله سبحانه وتعالى هو الفساد. اشنا هو الفساد؟ هو ديك مرت الاخ ديالي الله يذكره بخير، كاريه واحد عندها واحد جوج بيوت في الحق ديالها، كاريه لواحد المرايه ووليداتها وراجلها كنعرفو الله يعمرها دار. وفي الجنب ديالو كرات لواحد خيتي وواحد خينا دايرين داكشي ديال ازمور. كيجي مره كيجيب الكاميله، كيجيب الشراب، كيبقاو يطيشو كدا. انا كنسحابها مرتو ولا شي حاجه. انت اسمح لي قاطعتك. حاول تقرب عندك شويه ميكرو وتهضر معايا شويه بجد، حيت الناس كيقولوا لك الصوت. واش فهمتيني اخويا؟ المشكل هو اللي كان ناض عليه هاد النزاع هذا هو المراه ديال خويا. كاريه لواحد حاشاك واحد العاهره هي واحد خينا. حنا ما كناش عارفين هاد الفيلم بانهم راه ما متزوجينش. مره كيجيو فهمتي الشراب، كيجيو يجاو ما ساكنينش باستمرار، كيجيو مره في السيمانه، مره في 4 ايام، مره فهمتي الشراب كدا. سولت المراه اللي تحت عيني قلت لها كيفاش الفيلم ديال هادوك، واش كاين شي قاعات كاين كدا؟ مع بالي داكشي انا شبان روينا من الصبر، بان لي داكشي ماشي ما مزكيش، ما فيهش الحلال. كنصلي هادي بان لي بان كاين ما كاينش الزواج، كاينه الزوج الله يسمح لينا. سولت المراه عندها وليدات وهادي، قالت لي اسيدي راه ما انا راجع. واحد النهار ولدها قال لها غنجيب لك البوليس. والدها مع شي مع راجلها وكذا، عندها الخيانه الزوجيه وهو عنده الخيانه الزوجيه، مصاحبين ملاقين عندنا في الدار. اسيدي الدار عندنا رداتها مرت خويا بحال دار الدعاره. الور انا ما راك عارف عيب باش تصيفط هذوك الناس للحبس، باش ديكلاري وروينا تيتم الراجل والمراه. وهادي هضرت معاهم قلت لي خويا السلام عليكم، واش كاين شي قاعات وهادي، واش نتوما مجوجين على سنه الله ورسوله؟ قال لي لا سيدي. قال لي اخويا ما عمرك باقي تشوفني في الدار، العبا ديال درتي معايا مزيان بخير من اللي ما علمتي بيا ما والو. حتى حنا ولاد البلاد راك عارف كنا كنغلطوا وكنا الله يسمح لينا. الوغ تسوقوا الى الاخبار ملي قال السيد قال لمرت خويا، قال لها راه نسيبك، راه الله يعمرها دار، راه علمني، راه ما نقدرش نبقى ساكن هنايا، يعني راه خصني نحتارمو. عليه مريح في قهوه هذيك وشي 8 ايام دابا ولا 9 ايام، مريح في القهوه. جا عندي واحد الدري، والله واحد الدري، والدري قال لي عاود جيران، قال لي عزيز راه المدام ديالك راه دخل على خوك ومرت خوك، وهادي ما لقاتش ما دير، بغات تهرب لها وبقاو عليها بالسبان. وهادي تفوشات بواحد الدجاجه شرقات لها رجلها. ما عليناش، انا جيت كنجري كدا شفت داكشي. كانت واحد مرت خويا شاهده على هذا انا في قهوه جيت ما عليناش ديجا انا وواحد السيد الميريزكو خيطنا له واحد العريس ليلي الله يجازيه بخير عندنا في الدرب. المهم ما نشكروش لك في الناحيه ديال الدبانه ما كتزهقش، قانوني ومعقول فهمتي ضابط الامور ديالو. ما عليناش مشينا عندو الطونوبيل وصلنا درنا اش كيقولوا لي الاجراءات الاوليه ما قبلوهاش في ليرجونس ديالنا. مشينا لميريزكو ما عليناش زيت الدقه، قلت هذا خويا غلط هادي طنطن ما كاين لا مشاكل لا والو خليه منو والله. شتي المرا ديالي داتها مع مرت خويا باش تقابلها، ما تقدر الى يومنا هذا ما تقدر تحفظ على رجليها بزاف ديال الحوايج، شريت الدواء روينه الى اخره. اسيدي حتى كنتفاجئوا اليوم، كنتفاجئوا مريحين في الدار كنسمع لخويا كيغوت الحجر الروينه هادي طليت من الشرجم جاوبتو ما والو كشي داير مالو معامل. واحد الوقيته قال لي والله تنصيفط امك للحبس والله تندير لك والله تا هادي. هاد خوك صغر منك ولا كبر منك؟ اصغر مني انا هو الكبير. المهم عيطت لخويا الاخر السلام عليكم راه هذاك الشيء مشي درا كاين واكين، قال لي عاد شنو دير ما دي عليه ما والو خليه فهمتي. قال لي بلي مقطوع هذاك دابا ولا شي لعيبه ومرتو ما كت فهمتي باغا تصيفطو للحبس قلب عليه. ما عليناش ريحت، عاد لقيت كنتفاجئ برجال الامن جاو رجال الامن الله ينصرهم والله يخليهم ويخلي لهم والديهم. اوت السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي تاج على خوك جنوي، قلت له هادوك لا مشطراجي مجيتو طلعوا معانا ديروا المعاينه. طلعوا شافوا كذا هضروا معاه قالوا اش بغيتي عند خوك هادي، قال لهم والو باغي نصيفطو للحبس هز عليه جنويه هادي. الناس جاو شافو داكشي قالوا لي تنعل الشيطان حنا كنشوفو راه مكاين والو، بقى كيغوت قال شنو دير ويلا نمشيو نقيدو لكم التويه محضر. مشينا رئيس الدائره الله يرحم ليه الوالدين كلف بينا واحد الضابط تصنتو لينا جاو نسابو جا ما نعاودش لك روينه هاديك اللعبه واحد نساب عنده لا يا ما نعاودش الله يسمح ليه هاديك اللعبه ديال معروفين على الصعيد ديال سباجة هو معروف يعني انا تخليوني انا كخويا نحبو دمي هذاك، ولكن كنطلب من الله ومن شي واحد الا بغى يفهم يدور بلا ريجيو ديالنا ماشي الدرب ديالنا ياخذ كل شاهد من درب ويقولوا السيره ديالو السيره ديالي انا. اما تقاديت مجري عليه هو وولادو وهادي انا راه ماشي انا عاود قلت انا كبرت مع هذوك الاولاد. اخ فؤاد يعقوبي خويا حنايا دابا لايف مع السيد ماشي مسجل واش فهمتيني؟ خويا معاك. عليناش على هذوك الاولاد كبرتهم معاه، ربما مرتو ديك اللعبه ديال الله يسمح ليها الراجل ملي كيغيب ولفات هذاك الفيلم. انا كنت ساكن في دار اخرى واش فهمتي، شريت البارطمه ديالي وسكنت فيها وهادي وكنبيع ونشري في قرعه كيجيو عندي الدراري عزيز خويا داركم راه داتها مرت خوك هادي واحد بلا من كذا هو ما كيكونش كيكون مشدود هادي قلتاش غادي ندير دار الوالدين هادي نمشي نرجع للدار ديالنا ونصلح مع حالي وهادي بانيه برزقي وخاسر فلوسي وكذا هادي ما نخليش الدل اللي طايح على الزاويه. جيت مراويه تزمط صافي ولينا في مشاكل ولات كدير روينه حي عطيهم الماء من عندي مابقاش لقيت المواكن ديالهم ديال تحت مشاو مكانه ديال الماء مكانه ديال الضو. انايا ضابط الامور ديالي ما باغيش الدار طيح على الدل، هذا هو المقصود ديالي. بالنسبه للاخ فؤاد عاوتاني يعقوبان عاود نجاوبك وقول ليه يجلس حيت بزاف ديال الناس سمعتهم كيقولوا لي قول ليه يجلس، فالسيد يعني مستريسي الله يحسن العوان كان عنده مشكل مع خوه الصغير يعني خوه الصغير اللي جاب جنوي بغا يضربو وجاب الحجر المهم روينه فهو دابا خرج كيعاود اشنو وقع. يعني السيد مسكين الا كان كيتحرك ولا شي حاجه فراه ستريس شبعان ستريس كان خدام وغدا عاوتاني الصباح خدام وحنا في واحد الوقت متاخر من الليل. يعني هادشي علاش متابعينا الكرام فناخذ بعين الاعتبار يعني الظروف ديال كل واحد. كلمه اخيره اللي بغيت توجهها لخوك باش ما نطولش على هاد الستريس وعلى هاد كيمشي وكيجي. انا لي جيل ديالي دماغي كلشي فهمتي، ديك اللعبه ديال مديرونجي ميم بلي ما تا لعبه، الله عفا عليا شي 13 عام هادي من جميع المشاكل. انا سمحوا لي انا كنرد على هاد الاخ هذا اللي كيقلب لي على مكيده انايا كاخوه باش يرضي المرد الزوجه ديالو وباش يرضي العالم ديال نسابو. انا معروف بانني راجل مزيان، ما كنتعدى على صغير ولا كبير ولا كندك لا نسولين شبعان سكر، لا بيني وبين هاد المشاكل الخير والاحسان. والله يسمح ليه والله يرحم ليه الوالدين في هاد النهار هذا، وقال لك الا كان الخير في الشوكه راه يكون تا في موكا. هذا هو وعاش الملك وعاش الامير واي واحد في هاد البلاد مسؤول، الله يرحم ليه الوالدين. وكنشكرو الناس ديال الامن الوطني ديال الدائره ديالنا قاموا بالواجب وشافوا كلشي على عينيهم، والله يرحم الوالدين. وهادشي اللي كان انا رديت، انا ما كنتعاطف مع بنادم باش ياخذ ديك الصوره ديال انا جريت على ولاد خويا درت ولا او تا هادشي فين تا هذاك غتجري عليه، تا خاصك تشوف جي بارازار وشوفوا في الدار وشوفوا وشوفوا واش هذاك يقدر يجري عليه شي واحد، هذاك راه يجري على قبيله. والله يرحم لكم الوالدين وسمحوا لينا وعاش الملك والله العظيم علي الامر يعني. حرشي باينه والله العظيم بالرد بالجليل. والله يسمح لينا من الوالدين ويسمح لينا من الدم وصافي، هادشي اللي غنقول. شكرا لك خويا وشكرا على الكلمات الزوينه اللي قلتي ديال الاخوه واللي دعيتي ليه. متابعينا الكرام كنشكركم على هذا البث المباشر، ان شاء الله نتلاقاو في بث مباشر اخر. الى اللقاء.